كواكب من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان واتفرج بقى كده على الحوارات، اللي ألف وما بيخربش واللي عينيه بتطق شرار، اللي جميلة قوي وما تتسابش واللي مخبي ورا أسرار، اللي معه ملايين في بنوك واللي ذكية ذكاء كبار، واللي دماغ هادي في اللالان عقلها كان في دماغها وطار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، هيناموا فين ولا ياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، 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 هنا تحضر في بدخل اجتماعات، اما الاكل لذيذ وفريش فتة وموزة وحلويات طول الوقت قصاد الدش افلام وبرامج وابشار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، عيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا هانم بنتي هانم، دي نايمة دي ولا مقلوبة على الدائري؟ ايه الأصوات دي؟ خرب بيتك، الناس تنام لابسة ترنج بجامة مش لابسنا برجولة، ايه قوم يا بنت يا هانم، هانم يا بنت جعانة جعانة، ناس تقوم تقول صباح العسل صباح الورد، ما فيش بوسة يا بيبي مش جعانة، صباح العسل جعانة يا بنت، هوكرك هوكرك انت مش لسه وكل على العشاء ده كم من ثلاث ساعات، طيب طيب مش وقت الوكل دلوقتي، احنا ما صدقنا العشاء فضيت علينا وزعت الناس كلاتها، يا نهار اسود يعني احنا لوحدنا، اقصى عليك تقول علي الناس دلوقتي، يا فضحتك يا عنب يا فضحتك يا عنب، بس بس يا بلغه انت معاك زميلك في الجامعه يا بنت، انا جوزك فيه ايه ايه ده انت جوزي، صدقي قفلتيني من الحياه يا اللي انت جوزي، متجوز عم شكشك انا، ما تقوليها بدلع يا بيه، انت جوزي ما تقوليش حاجه، عبري بسكوتك احسن، مش قايل اوني بقتلاته ثلاثه كيف انا وانت والشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذتي من الشيطان ليه اديك حركتيه دلوقتي احسن، بس مش مهم لو حركت شيطان الجن فشيطان الانس موجود، انت بتعمل ايه؟ لا لا ما تقروص اقروص ايه يا بنتي يا بنتي انا بحبك، ما بتقروص يا بنتي بقروص، ما تقروص ما تزغزغنيش، ايه ده ايه ده فيه يا اخوان، انا مرتي مرتي القسيمه معايا القسيمه في الحقني يا عرب الحقيه يا بنت الفاكهه كبر عليك، من النهارده الصلاه على النبي كل حاجه اتغيرت،
السادة أبو عبيد والعبيد أبو السادة. 之前管你们要一口水，要一口饭的事情，之后我们不会再做。اللي كان بيزلنا بقى ببق مية ومشغل لنا نصطاد له سمك بإيدينا هناخده تحت رجلينا. برافو برافو برافو. إيه الخطبة العصماء دي؟ إحنا خلاص سيطرنا على البير، خلاص مات الكلام يا أشباح. هو قال لك الكلام مات يا أشباح؟ يعني هو قال جغون جغون أشباح ولا أنت أي فت يعني؟ أنت هتولع في جهنم. وبعدين كيف يعني سيطرتوا على البير؟ طب بالراحة طب ما تزقي يا عم في عرض حبيبك النبي يا حياة أمك ما تزقي. طب يا رب تخش الجنة يا رب تخش الجنة. زلزال 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 لا داني ده حروق موشي. احنا اتضربنا كتير قوي يا باشا، احنا اتعملنا جزام مشاي، احنا اتضربنا اكتر من محمود الملك في فيلم العرض. فكرنك بيزوي من هنا كايش 所有人都要干活 不干活的人没饭也没水喝 بيقول لكم خراسوا من هنا ورايح ما شوفش حد ما بيشتغلش، لو لمحت بس حد مرايح هقدره لمدة يومين من غير ولا أكل ولا شرب. 而且你跟他说水源那边我们已经控制住了想要去偷喝的人还是死了算吧 البير عليه حراسة من رجالتنا، يعني اللي يفكر بس يقرب من البير هيزعل وهزعل أمه عليه. انت فرحان يا دايو؟ انا بس هعرف انت موديل كام واظبط لك الزوايا. وهقول لهم بقى انك انت اللي خدعتهم وبعت لنا المسابقه. لا 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 ما تقلقش، مفيش حد فيهم بيتكلم عربي غير انا بس، والحمد لله يا سالكه معايا يعني. ماشي ماشي خشوا بعضه. 你跟他说从头到尾的事情我都知道了 叛徒也知道是谁了，叛徒也会受到他的惩罚的。 هو بيقول لك هو فين الموضوع كله خلاص من اوله لاخره، وحتى الندل هياخد عقابه. ندل؟ هو مين الندل ده اصلا؟ خش معاهم يرحمهم. ايه ده، انت بتتكلم عربي؟ الحق الراجل طلع بيتكلم عربي. يا لهوي، ده انا كل يوم الصبح على غيار الريق كنت بصبحها بالشتايم يا دي الكسوف. انت طب تاخدوا ده قربان وتسيبوني؟ لا خدوا ده. نو لا لا. تعرفي يا عتاب لو قعدنا يومين كمان من غير اكل تبقى دي مصلحه؟ ازاي يعني؟ علشان هنخس، نفضل نخس 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 لحد ما نبقى زي البوصه فننسلت بالحبل بسهوله. زي الدوده يعني؟ بالظبط كده زي الدوده. فكره حلوه والله. في ايه؟ انت عايز مننا ايه؟ يلا بسرعه عشان نهرب. نهرب من ايه؟ في ناس بيجروا ورانا ولو مسكونا هيقتلونا. ناس مين؟ هبقول لك بعدين. يلا عتاب. طب نجري من ايه؟ والله بقى السم بقى. تعال ناخد صلاح تاني. والنبي بسرعه. بسرعه. مين دول يا فرج؟ هبقول لك بعدين. اجري. حلو قوي، سيبهم لي بقى عشان دول جم ملعب. قلة السنان دي مش هتنفعك يا عمو. يا سلام، بقى لي فترة ما عملتش دماغ. ما تخلص يا مرسل باشا.
يا استاذ فرج. قوم يا فرج، قوم، يلا يلا قوم. لولاك يا انس عتاب كان زماننا كلنا بقينا متهانين. كانت العيال جريت ورايا وهي بتزفني وتقول لي المتهان اهو، المتهان اهو، ابقى انا على اخر الزمن راجل متهان. ايوه بس هو ازاي؟ ازاي ايه؟ ازاي اللي انت عملتيه ده؟ ازاي يعني ايه تضربي الناس الكتيره في الوقت القليل ده؟ ازاي؟ والنعمه الشريفه منى يا بنتي مستعجله ليه على كده؟ مش تفهمي الاول انا بقول ايه؟ اللي انا بقوله ان انت عملتي حاجه رائعه. والله اه طبعا، ده انت كنت كلبل يعني. بصي هو في تفسير واحد بس، ممكن تكون انت كنت بتراقبين الصبح وانا بعمل الكتاوت مع الصينيين. وانت بتعمل ايه اسم الله؟ الكتاوت اللي هي بتاعه الكاراتيه. لا هو انت فاكر ان الهوب هوب كانتالوب اللي انت كنت قاعد تعمله دون كاراتيه بقى وشغل عنيف وكده؟ اه طبعا، امال ايه؟ انا ولا فاكره انت كنت بتعمل ايه. بس تصدق انا الموضوع دون مش داخل دماغي. انا مش عارفه انا عملت كده هون ازاي. انا كل اللي فاكراه ان هما لما اتكتروا علينا الدم ضرب في نافوخي، ما دريتش بنفسي غير وهما مسطحين حوالي. يكونش انا المراه الحديديه؟ مين الفيلم بتاع نجلاء فتحي؟ يمكن دي بقى قصه حياتي. اه بس المراه الحديديه بتتحبس في الاخر. يبقى دي اكيد بقى الحكه الدراميه. الايه عنيا؟ الحكه الدراميه اسمها الحجه الدراميه. الحجه دي انا عندك في البيت. كفي نفسك. كفي نفسي من ايه؟ انت مش فاهم حاجه. اه صح، انا مش فاهم حاجه. لا دراميه بلا بتاع. انا بس اللي هيجنني الناس دي كانت بتجري ورانا وناويلنا على الشر اللي هو، مش احنا كنا بنساعدهم وبنديلهم الميه؟ مظبوط. ما هو المعلم سوزوكي بقى قفش على الكل، واخد العاطل مع الباطل، والحابل في النابل، والشاكب في الراكب. ما خدش الطالع بالنازل، ولا القايم في النايم، ولا الفايز في البايز، ولا كذلك في الزمالك. طب ولا الهايص في اللايص؟ خلاص بقى فكوكم الفوازير دي. احنا نروح نستسمحهم ونحب على ايديهم ونعيش خدامين تحت رجليهم. ايه يا بنت، هو يا كدب يا شحاته؟ بعدين نستسمحهم ازاي بعد اللي انت عملتيه فيهم؟ دول اكيد مستحلفين لنا. اصلا الصيني لما بيتكسر صعب جدا يتلحم. صلى على النبي، كله بيتلزق بامير دلوقتي. لا ده المنامين هو اللي بيتلحم. منامين ايه؟ الصيني ما بيتلحمش. والمصحف مش صيني؟ اه طبعا. مش الصيني؟ الصيني ما يتلحمش ابدا. النبي بقى يا جدعان، اتصرفوا لي في بقة ميه لحسن انا عشان. معاك بقة ميه؟ لا معيش بقة ميه. طب ازاي بقى؟ يعني مش تعمل حسابك جاي تهربنا؟ المفروض تعمل حسابك في حاجه نشربها، حاجه ناكلها. ما انا ما عملتش حساب ان الرحله ممكن تطول بالشكل ده. خلاص اتلهي. معلش يا جماعه ناس، انا اسف والله. انا اللي اسف اني ما سبتكش تعفن جنب الشجره يا خرو. انا بدي افهم، هو انت مستحمل نفسك ازاي كده هو يا اخويا وانت اتنين؟ ده انا واحده ومش فاكراها ومش طايقه نفسي. انا في عذاب يا دي ساعتين، في عذاب. ربنا يفك عنك يا اخويا. تروح فين؟ اروح اتكوع بقى في حته وانام. ماشي، تصبح على خير يا ابو الكتاوت. ابو الكتاوت قصر جبهه. انا جبهتي صدعت يا ابو الكتاوت. تصبح على خير يا راجل يا متهان. هوبا هوبا. لا انا كنت حتهان. انت الراجل. يا عيال يا عيال تعالوا شوفوا لقيت ايه. في ايه يا نسعة؟ ايه اللي حصل؟ تعالوا شوفوا. تعالى يا عم نشوف. يا لقيت خنفسه ولا ام العيد ولا حاجه؟ لا ايه ده؟ انا خط استغاثه وانا بنفض ورق السجر مطرح ما هنام، لقيت البتاع دون. ايه ده صحيح؟ ما تيجوا نفتح ونشوف. طب استنوا، لازم نفتح بحذر عشان ما نتعورش. ايه ده؟ حبل. انت بتعمل ايه؟ الايه ده هي؟ طب امال الحبل ده ليه؟ شد بس، شد معايا.
نهار اسود، ده المكان ضلمة قوي، تفتكروا تحت فيه ايه؟ ما ننزل ونشوف. ننزل فين؟ ننزل هنا؟ ننزل ليه؟ عشان نعرف تحت فيه ايه؟ يا جماعة ما توغوش قوي، ما يمكن في عقارب ولا تعابين، اول ما ننزل تطبقوا في رجلنا على طول. يا فخم انت يا ابو مخ منكوش، العقارب والتعابين هتسيب الخضره والفسحه دي كلها وتنزل الحق ده وتعمل ايه؟ طب بلاش عقارب وتعابين، ما يمكن في اكل لحوم البشر ولا مستذئبين ولا فامبايرز ولا مصاصين دماء، اول ما ننزل يطبقوا في رقبتنا على طول. يعني كل دول قاعدين مع بعض تحت ومستنيين احنا؟ وبعدين فرج، الفامبايرز ومصاصين الدماء دول حاجه واحده. والمصحف؟ فامبايرز بالانجليزي مصاصين دماء بالجبنه. جبنه ايه؟ دماء يبقى بالكاتشب. والمصحف؟ هتنزلوا ولا مش هتنزلوا؟ لا لا انا مش نازل، انا مش نازل. تصحابكم السلام، انزلوا انتوا. احسن ان شاء الله ما نزلت. يلا يا باسم. يلا بينا. هتيلا ولا مش هتيلا في يومك الاخبر ده؟ يلا بينا. امال واقف بتهب بايه؟ يعني معقوله هنزل قبليك يعني؟ لا يعني ليديست فيرست، وبعدين انا راجل متربي وافهم في الاصول كويس قوي. هو ليه كل ما هنيجي نخش على عوق تقول انا متربي وبفهم في الاصول ومش عارفه ايه؟ خلاص هنزل انا. فكره معدن الانسان بيبان ساعه العوق. اعوذ بالله من خبث والخبائث. انت داخله الحمام؟ افرض طلع طرنش، مش نامن نفسنا؟ صح. ربنا يحفظنا. خدي بالك فرج. ايوه بس بيه، لو حصل لنا اي حاجه احكي للعالم حكايتنا. حاضر، هحكي للعالم حكايتكم وسميها جحيم تحت الطرنش. لا ما تجيبش سيره الطرنش. جحيم فوق الطرنش؟ ما تقولش للعالم اي حاجه عن الطرنش خالص. حاضر حاضر بس بيه، حاضر. وكبر دوري في الحكايه. حاضر بس بيه، حاضر. يلا يا واد انت وهو. يلا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وي انا مش شايف حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السلم ده ملوش اخر ولا ايه؟ واحنا لحقنا ننزل يا بنتي؟ خلي بالك. ايه؟ خلي بالك لا يكون في سلمة مكسورة. وانت اتكعبلتي في حاجة؟ لا بس ادام في سلم يبقى فيه سلمة مكسورة. ربنا يستر. اهو. ايه؟ انا وصلت للارض الحمد لله. مكان ضلمة قوي. ما تيجي نطلع يا بنتي. ما تيجي ندور على حاجة نقيت بها النور. هندور على حاجة ازاي واحنا شايفين حاجة؟ انا زي اللي شايفها شامع هناك هنا هو. دور على ولاعه ولا كبريت كده هون. طب ما تروحي تدوري انت. لا دور انت، مش انت الراجل. ايوه انا الراجل بس انا مش شايف حاجه، يعني لو شايفها هدور على طول. ايه ده؟ ايه؟ تخافتوا كده ليه؟ يخرب بيتك، مش انت قلت ان انت مش هتنزل معانا؟ انا قلت كده؟ لا ده انا كنت بحلق دقني، او يمكن كنت نايم يعني. بقول لك ايه؟ ارسلك على شخصيه فيهم بقى ما تجنناش. يا جماعه واضح ان المكان ده مش مهجور. يعني ايه؟ تقصد انه مسكون مثلا؟ بالظبط كده. يا نهار اسود ومنيل، يعني عفاريت، احنا لازم نهرب من هنا. عفاريت ايه يا فرج؟ هو احنا في كفر دلهاب؟ انا قصدي مسكون يعني كان في حد قاعد هنا، واضح ان كان في معيز قاعده هنا. او ناس بتاكل معيز، او معيز بتاكل بني ادمين. طب ما لو في حد وكان موجود ليه ما ظهرش يعني وقال لنا انتوا بتعملوا ايه يا جدعان في الملك بتاعي؟ ما اعرفش. طب تعالى نمقمق لهم يمكن يجوا. الحقوني. في ايه؟ يا لهوي. في ايه؟ الواحد كان جعان قوي والله. واحد كان هيموت من الجوع. الحمد لله. تفتكروا بقى مين اللي عاش هنا هو؟ والله البيت ده شبه البيت اللي كانوا عايشين فيه سلاحف النينجا. سلاحف النينجا ايه يا حظابط؟ سلاحف النينجا اولا بيضربوا بيتزا مش معلبات وتونه. ما يمكن بيضربوا بيتزا بالتونه. صحيح. هو الصراحه يعني رغم ان احنا لقينا بيت واكل بس انا قلبي متوغوش وحاسه ان فيه خطر حوالينا. طبعا ده حق. حكايه الاكل والبيت والمعلبات والتونه دي فيها عنا. لازم عينينا تبقى في وسط راسنا عشان ما نغفلش. عندك حق. بس احنا لازم نفهم برضو. نفهم ايه يا عبد الله؟ نفهم مين اللي قاعدين في البيت ده هوت. مش يمكن ناس يساعدونا ويقولوا لنا على طريقه نخرج بيها من الجزيره دي؟ طب طلعوا ناس عوق. ساعتها ناخد بالنا. كلام فينو على الظابط. انا معاك. احنا نلبن هنا في اي حته، واول ما يدخلهم نغفلهم ونعرقلهم ونكتفهم ونعرلهم. وافرض طلعوا ناس عوق. نخلص عليهم طبعا. في كلام اسم الله عليك انت كل شويه تقول لنا نخلص عليهم وتعمل لنا فيها السبع رجاله
وفي الاخر بتقلب قلبيه مؤاخذه فرج. بصوا يا جماعه، احسن حاجه نعملها نطلع نستخبى دلوقتي ونشوف مين اللي هيخش البيت دهوت، وساعتها بقى لو لقيناهم ناس ينفع نتكلم معاهم نروح نتكلم معاهم. وافرض طلعوا ناس عوق؟ يبقى روحي انت اتكلمي معاهم، عشان انت عماله تنبوري فيها وشكلهم فعلا هيطلعوا ناس عوق. اللي ناس عوق ناس عوق. لو ان الفراخ المفرومه ده الله يخليك على الظابط. فراخ ايه دي؟ لونها اصفر. ما هي مفرومه. ماشي. اقعد معايا يا بيبي. هاكلك في بقك؟ الله عطفر منك على الظابط. ماشي حاجة. لا انا بسالك يعني. طب يلا عم يا فرج. يا جماعة مفيش حاجة حصلت؟ يا جدعان يا جدعان يا جماعة حرام عليكم، أقسم بالله أنتم ما عندكمش ريحة الدم. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ مش قلنا هنفضل صاحيين ومركزين علشان نعرف مين اللي معانا على الجزيرة دي، ولا هجيبكم الرمية السوداء اللي احنا فيها؟ خرب بيتك خضتني. سلامتك يا أختي من الخضة. إيه يا أستاذ عتاب؟ مش اتفقنا تفضلي صاحية؟ مش كفاية المختل التاني نايم؟ عايز إيه يا صاحبي؟ إيه مختل إيه ونيلة إيه؟ وطي صوتك. والله ما أنا صاحب مسجل معاك أهو. وطي صوتك. والله أنت مفتري. ده انا عيني ما غفلتش يا راجل. يا بت يا بت بطلي كدب، خافي على نفسك يا ماما، هتستخطي قرد والله بسبب الكدب ده. يا بت ده انت شخيرك مصحي الغابه كلها. لو سمحت انا مزمزيه اللي ما بشخرش. ايه العلاقه؟ ما في اطفال صغيره بتشخر. خلاص يا بلسم باشا يعني، الله ودي صوتك شويه. ما فيهاش مشكله يعني، لو غفلنا ما فيش مشكله يعني. الله انا صاحي معاك اهو مفنجل. صحيح انت هتخدعني يا فرج؟ هو انت فاكر لما تحط الماسك دوت هفتكر ان انت صاحي؟ ما انا سامع صوت شخيرك. الله شخير ايه يا سعاده البيض الاحمقيه؟ خلص يا فرج، انا اللي هفضل صحي مفنجله معاه. لا يا ستي، نام انت وهفضل صحي انا وفرج. ليه ان شاء الله؟ على رجليها نقش الحنه تفضل صحي معانا زي ما احنا صحيين. اقول لكم ايه؟ ناموا انتوا الاثنين وهفضل انا صحي، ولا اقول لكم تعالوا ننام احنا الثلاثه ونفضل بقى هنا طول حياتنا وما نعرفش نخرج من هنا. والله انت عايز مننا ايه يا سعادتك دي؟ ما احنا كنا نايمين وزي الفل واكل حلاوه، ثلاثه كل شويه تيجي تقطمنا. هو بيعمل لنا فيها فلوطه كده هو انه يجي في البخا ويتصدر. بخا ويتصدر ايه؟ يجي في الهيفا ويتصنطر. في حد هناك يا عيال؟ ايه ده؟ طب يلا يلا عتاب روحي. يلا ايه؟ روحي بقى عرفينا ده مين وبيشتغل ايه وبيعمل ايه هنا. هو انا في كل نسبه تلبسوني فيها؟ اسم الله عليكم يعني رجاله زي الورد، ما تروحوا انتوا تعملوا حاجه. يا بنتي ما هو كل واحد متخصص في حاجه، انت اللي لازم تروحي تكلميه علشان لو طلع غدار او ناوي على الشر تعملي له كام حركه من اللي انت عملتيهم مع الصينيين وتقضي عليه. طب ما تخش عليها انت بالكتاوت بتاعتك. شكرا مزمزيل عتاب، مش محتاجين منك اي حاجه. انا اروح يا جماعه اتكلم معاه، ده حتى شكله راجل طيب ولابس خروف اهو. هيو وين انت؟ وين؟ طب اضرب الطاقه اجري بسرعه.